قرية المهجرين في محافظة ديالى، والتي تسكنها 400 عائلة نازحة من قضاء خانقين منذ سنوات، تفتقر لأهم الخدمات الأساسية التي يفترض أن تقدمها الجهات الحكومية المسؤولة. احنا عندنا هواي مشاكل بالقرية، وما هي مشاكل القرية؟ هذا اني الاسلاك كلهن مقطعات وما يفيدن، كل ساعه انطاقه ومقطوعه، هاي وحده. محولات ما يكفلنا، مدرسه ما عندنا، هاي جهالنا هل جاي يروحون 4 كيلوات 5 كيلوات. احنا هنا انغرق بالمطر، ما عندنا مجاري نغرق، وكلها فقره وكلها الناس، واحنا نطلب من الحكومه تراعينا، وكلها فقره وما عندها شيء. شوارع المنطقه بلا تعبيد وتملاها الحفر، وزواياها تجاورها جبال النفايات، ناهيك عن الكهرباء التي تزور المنطقة في أوقات قليلة. أما ما توفر في المنطقة من خدمات فهو نتيجة تكاتف أهالي المنطقة وتعاونهم، لا نتيجة جهود حكومية. شارع احنا نسويه على حسابنا، كهرباء احنا نسويها على حسابنا، 3 ملايين 4 ملايين كل العالم واقعة صير، ودولة ونفط يعني صير يعني تعبانين، فردنا وتعبانين. أما الدعايات الانتخابية ومعاربها فكان لها دور كبير في تراجع الخدمات البلدية للمنطقة وتعب سكانها الذين عولوا في بعض الأوقات على صدقها وشفافيتها، ولكن دون جدوى. هو هذه هي قعدتنا بصف الخيسة والجيفة اللي الكل علينا، يا اخي الله ترى احنا متبهدلين هسه، قالوا احنا مهجرين، بس مو هيك ما يصير، شويه الدوله تعاين على المهجر تدير بالها، لعد هذا النفط مالنا ترس الدنيا وما بيها، وتالي العراقيين هذا حالهم، والله ما يقبل بها، يعني اي بشر ما يقبل بها. وتبقى قريه المهجرين في ديالى ضاحيه للفساد الحكومي كالكثير من مناطق العراق. الفساد الحكومي الذي استشرى في البلاد فجعلها على حافة الانهيار في كل المستويات.